أحمد، حتى الآن لا يوجد أي حديث عن الوضع الشاب الذي أطلقت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بالقرب من مفرق بيت عينون شمال مدينة الخليل. قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على شاب فلسطيني داخل مركبته بادعاء أنه حاول تنفيذ عملية دهس، وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانتشار بشكل كبير على مفرق بيت عينون شمال مدينة الخليل بعد إطلاق النار على هذا الشاب دون أن يكون هناك أي توضيح سواء من الجانب الإسرائيلي أو من طرف مصادر فلسطينية عن الوضع الصحي لهذا الشاب بعد إطلاق النار عليه. المعلومات الأولية فقط أن جيش الاحتلال أطلق النار على شاب فلسطيني داخل مركبته قرب مفرق بيت عينون شمال مدينة الخليل، وأغلق هذا المفترق ونشر عدد كبير من جنود الاحتلال على هذا المفرق دون أن يسمح لأحد بالاقتراب من هذه المركبة التي أطلق عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي النار. إذا ننتظر الوضع الصحي لهذا الشاب بعد إطلاق النار عليه على مركبته بادعاء أنه حاول تنفيذ عملية دهس شمال مدينة الخليل. أحمد.